بن تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس نادي النصر معنا على الهواء. سمو الامير مساء الخير، كل سنه وانت طيب. اهلا وكل عام وانتم بخير جميعا، ومع اني عاتب عليك يا اخ عادل. تفضل تفضل، خلي العتب بيني وبينك بعدين بالتليفون على مقالتك الاخيره. دور على الهواء طول العمر ما في شيء. لا ابدا، يعني مقارنه اي لاعب بنجم النجوم و اوه زمان هذا طال عمرك المع لاعب في تاريخ المملكه العربيه السعوديه واسيا ماجد احمد عبد الله لا يقارن باي احد ابدا. وهذا مو رايي انا فقط، هذا راي العالم كله العربي والاسيوي، فلذلك يعني هذا عتاب بسيط مني اليك. لا ابدا ابدا، بس تعرف انا كاتب، يعني كوني اكتب هذا راي لا علاقه له بالبرنامج. لا اعتقد انت كاتب ممتاز وعقلاني الحمد لله. طيب. وهذا شيء يعني انا ما ادري كيف كتبته صراحه. طيب ثانيا الحمد لله على كل حال. مبروك نادي النصر ظهر بمستوى جيد البارح. احب ابارك لكل اللاعبين، كل اللاعبين نادي النصر وجماهير نادي النصر واعضاء شرف نادي النصر. والحمد لله على كل حال. ملعب نجران طبعا انا ذكرت انه ملعب صغير غير قانوني، لكن الحمد لله الملعب صعب انك تلعب فيه، نادي نجران نادي قوي، لكن الحمد لله في بدايه الدوري كل الانديه الكبيره طلعت بنتائج جيده لكن المستويات ما كانت بهالشكل، لكن الحمد لله مع التطور ان شاء الله للمستويات في الاسابيع القادمه النصر بيكون منافس بكل قوه ان شاء الله. يعني نادي النصر اللي يكون على دكه الاحتياط سعد الحارثي وريان بلال وعبد الرحمن القحطاني يعتبر هذا انجاز كبير في خلال السنتين الاخير. انت كنت متواجد مع الفريق طال عمرك؟ طبعا. طبعا الهدف جاء في وقت متاخر اكيد، بالتالي كانت الاعصاب مشدوده على مدى 90 دقيقه. اكيد يعني طبعا احنا نبغى نبصر بفرق نقاط وهذا اهم شيء كان عندنا. والحمد لله اخذناها من خارج ارضنا والحمد لله يعني معزه منطقة نجران ونادي نجران بالخصوص كبير، لكن ما ودي ألعب في الملعب مرة ثانية صراحة. السنة هذه طبعا طول عمر حتى من خلال الضيوف على الأقل هنا عندنا في برنامج فوانيس يعني يبدو طبعا واضح أن النصر السنة مختلف عن السنوات الماضية، كانوا بيقولوا اتحاد وهلال وشباب، لكن أيضا النصر الظاهر السنة يعني كثيرين يتوقعوا أن يكون ليس منافسا على المركز رابع أو ثالث إنما على البطولة. والله بإذن الله. ونسيت الأهلي، الأهلي برضه فريق متطور. صحيح حتى الأهلي إن شاء الله يعني كل هالأندية الكبيرة بإذن الله أنا أتوقع أن يكون من زي ما يقولون من أقوى الدوريات اللي مرت في آخر 10 سنين، أنه ما يكون في منافسة فقط بين الهلال والاتحاد، أنه يكون في أكثر من فريق ينافس على المراكز الأولى. كيف شفت اللاعبين الأجانب طال عمرك؟ والله من أول مباراة كانوا جيدين، طبعا ما شفنا مكين، لكن مع التأقلم إن شاء الله بيكونوا جيدين بإذن الله. يعني زي ما ذكرت لك أنه في لاعبين في الاحتياط مثلوا منتخباتهم، يعني هذا ما شاهدناه في نادي النصر من زمان، فهذا شيء مشرف لنا وإن شاء الله، لأنه الدوري طويل وعندنا كأس آسيا وعندنا كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي صاحب اسم الملك الأمير سلطان، يكون عندك بدلاء جاهزين إن شاء الله. نتشرف بوجودك يا طول عمر في فوانيس إن شاء الله، يعني إن شاء الله لما نجي جدة يشرفنا. متى الأسبوع هذا طال عمرك؟ والله الأسبوع عندي مباراة في الرياض وبعدين في القصيم، لكن إن شاء الله في العشر الأواخر يكون عندك، إذا بيكون في البرنامج موجود في العشر الأواخر أو لا. إن شاء الله إن شاء الله. ألف مبروك على البداية الموفقة طال عمرك. الله يطول عمرك. شكرا. وسلم على الأخوان كلهم الموجودين، طبعا أنا ماني متواجد قدام التلفزيون فاعذروني. شكرا شكرا. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس نادي النصر.